الحياة عبارة عن سلسلة من الاختيارات اللي بتقابلنا، بتختلف من يوم ليوم ومن ساعة لساعة، لحد ما بنوصل لاختيار مش بس بيأثر فينا بس كمان بيشكل مستقبل أهم الناس بالنسبة لنا. اختيار المدرسة اللي هيتعلم فيها أولادنا واللي هتحدد مسار حياتهم، اختيار المدرسة اللي تقدر تساعدهم إنهم يبقوا قادة المستقبل، اللي تنمي فيهم القيم والمهارات اللي من خلالها يقدروا يتواصلوا بشكل فعال ويتميزوا بتمكنهم في حل المشاكل المختلفة، وتهتم كمان بصحتهم الجسدية والنفسية. ولأن اختيار مدرستهم النهاردة هو اللي هيحدد هيكبروا لإيه بكرة، لازم اختيارك يكون الاستثمار الصح في مستقبلهم. استثمر في مدرسة قمم الحياة، لأن مستقبلهم بيبدأ باختيارك النهاردة.